أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن إن امرؤ هلك ليس له
وتعاونوا على الإثم
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم
من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا صدق الله.